واسمحوا لي ارجع مع حضراتكم مره تانية لخبر مثلث ماسبيرو ولقاء او اجتماع السيد رئيس الوزراء النهارده مع محافظ القاهره وبحث وتطوير مثلث ماسبيرو. بينضم لي عبر الهاتف الاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان وطبعا مستشار السيد رئيس الوزراء. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا استاذ كمال، مساء الخير يا فندم. مساء النور، مشرفني بالتاكيد. لو هتكلم في البعد الإنساني في البداية بالنسبة للملاك والمستأجرين اللي كانوا موجودين في المكان ده، خلاص المستحقات تم دفعها ليهم ولا لسه في بعض الأمور لسه ما أنجزتش؟ خلينا نقول إن احنا كدولة أو ممثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة تعاملنا مع الموضوع ده الحمد لله بشهادة الجميع بنجاح كبير جدا، الحمد لله. لأن احنا بدأنا بالمشكلة اللي كانت كبرى وهي التعامل مع الشاغلين. احنا الحمد لله حصل تفاوض مع الشاغلين في باسلوب حضاري جدا، وتم عرض اكتر من عرض عليهم بحيث اكتر من اختيار عليهم بحيث ان هم يتم تعويضهم ماليا او يتم تعويضهم بشقه في مشروع الاسمرات او يرغب في الحصول على وحده سكنيه في نفس المكان تاني ويرجع ليه. كل واحد كتب استمارة رغباته، كل واحد حققت له رغبته، جزء كبير راح الأسمرات وجزء كبير خد فلوس تعويض مالي، وفي الجزء الأقل كان اللي هو اختار ان هو يقعد يرجع تاني لنفس المنطقة. ده بالنسبة هيرجع ازاي؟ للشغلين عايز افهم وحدات. الجزئية دي أما يا استاذ بالنسبة هاني. للملاك احنا برضو قعدنا معاهم استاذ هاني، أكتر من اجتماع، وكان برضو المعروض عليهم ان هم يشاركوا معانا في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كل واحد بأسهمه، أو إن هم ياخدوا أرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر على وجه الخصوص، أو ياخدوا البديل المالي لمن يرغب، ومعظمهم قرر إن هو هيشارك معانا في مخطط التطوير. باقي حاجة واحدة بس اللي هم صغار الملاك اللي هم عندهم مساحات قليلة جدا، ودول اللي احنا هنتعامل معاهم بقى النهارده. الدكتور مصطفى كلف إن هو يبدأ من بكرة على طول ان احنا هنشتري منهم القطع بتاعتهم او المساحات اللي هم بيملكوها، والفلوس جاهزه، وهيبداوا يحصلوا على التعاقد ويتم توقيع العقد، ثم يحصلوا على مستحقاتهم الماليه على الفور. وهيبدا بقى من خلال الايام القادمه تنفيذ مخطط التطوير اللي هيحول المنطقه دي كلها لمنطقه على اعلى مستوى حضاريا تليق بقلب القاهره، طبعا ومنطقه مطله على النيل مباشره. ده شيء محترم بالتاكيد. حضرتك قلت اللي هيحب ان هو يستمر في مثلث ماسبيرو ممكن يرجع له مره تانية ياخد وحده، بالظبط، ازاي دي؟ في جزء اختار هذا الاختيار وحصلوا على ايجار لمده 3 سنوات لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنيه اللي هم هيرجعوا ليها. جميل. ده الجزء اللي هو اختار العوده تاني الى نفس المكان. وفي ده طبعا ناس تانيين اختاروا الانتقال للاسمرات وانتقلوا خلاص، وخد جزء تاني تعويض مادي، وخدوا التعويض المادي وخلاص. الموضوع فيه شقين محترمين، في إرادة من الدولة إن هي كانت عايزة تعمل وتغير من شكل القاهرة لشكل حضاري، وبالفعل غيرت. يعني لما نعدي دلوقتي من على كوبري أكتوبر بنشوف الفضاء في خلف مبنى ماسبيرو، فده شيء محترم من الدولة، وفي نفس الوقت التعاون من أهالينا الكرام اللي كانوا موجودين في المكان ده إنهم يغيروا برضو من شكل البلد، فده شيء محترم من الطرفين سواء الدولة أو السكان اللي كانوا موجودين في المكان ده. بالظبط بالظبط يا استاذ كمال. وخليني اقول لحضرتك ان المشروع تطوير مثلث ماسبيرو يمكن من واحنا صغيرين خالص بنسمع عن هذا المشروع. الحمد لله الحكومه، هذه الحكومه وهذا النظام السياسي اخترق ملفات لم يكن يقترب منها احد ولم يكن يقدر احد على ان ينجز فيها. اولها واهمها هو ملف تطوير المناطق العشوائيه غير الامنه. كلنا كنا بنشوف اهالينا ساكنين فوق الجبل، كان كل شويه حته من الجبل تقع ونروح نوديهم على المقابر ونرجع نتحسر على عليهم، ثم يتكرر هذا المشهد. اهالينا اللي ساكنين في مناطق اللي هي العيشه اللي كانوا زي سياده الرئيس ما بيقول بيعايرونا بيهم، الحمد لله دلوقتي الدولة خطت خطوات واسعة في هذا الملف، وبنهاية هذا العام كل المناطق العشوائية غير الآمنة هتكون تم نقل أهالينا اللي ساكنين فيها إلى مناطق مطورة حضارية على أعلى مستوى. وحضرتك شفت الأسمرات وغير العنب وغيرهم كتير جدا من المناطق على مستوى الجمهورية. وكنا امبارح معالي رئيس الوزراء كان بيزور رتبة السيدة اللي هي تحفة معمارية في مكان تل العقارب سابقا، ثم انتقل الى الاسمرات 3، وعندنا غيرهم في القاهره المحروسه 1 و2 ومشروع معا، وغيرهم في باقي المحافظات. كان مثلث ماسبيرو احد المشروعات او احد المناطق اللي كان الناس دايما المصورين بتوع الفوتوغرافيا ومصوري التلفزيون ينزلهم الاماكن دي، والشقق او الشقق التي تشبه العيشه اللي كانت موجوده والعيشه غير الادميه اللي كان بيعيشها هنا فيها. ويقولوا امتى يد التطوير توصل استاذ هاني؟ الى دي هذه كلمه غير المناطق. ادميه، الحمد لله دي رحيمه. التطوير خلاص وصلت الى هذه المناطق وغيرها كثيره.
الدولة عندها إرادة سياسية زي حضرتك ما قلت إنها تنتهي من هذا الملف الموجع اللي كان بينغص علينا كلنا حياتنا وهو المناطق العشوائية غير الآمنة. الدولة أنفقت الكثير، حتى الآن حتى الدولة أنفقت حوالي 20 مليار جنيه لتسكين أهالينا اللي كانوا بيسكنوا في مناطق غير آمنة. الدولة مستمرة في توفير الوحدات السكنية لباقي السكان اللي كانوا في هذه المناطق ونقلهم إلى أماكن حضارية مخططة على أعلى مستوى. الدولة بالتعاون مع ملاك ماسبيرو اللي هم بيملكوا الحصص الأكبر هتصبح هذه المنطقة إن شاء الله تعبر عن مصر الجديدة، لأن المخطط المعمول مخطط على أعلى مستوى وإن شاء الله نشوف تنفيذه قريبا إن شاء الله. ده شيء محترم جدا يا أستاذ هاني، لأن احنا بنتكلم لو هنتكلم على تل العقارب أو اللي أنا شفته بعيني كمان في الدويقة، كلمة مساكن غير آمنة دي شوية يعني وصف بسيط للي كان موجود، الوصف كان غير إنساني، لأن أنا شفت بعيني. ممكن أشرح لك وأوصف لأهالينا الكرام في البيوت مشهد أنا شفته بعيني ودخلت جوه المكان ده. بيت تحت الجبل موجود، أوضة النوم السرير بيسندوا على صخرة من الجبل، وفوق الجبل في مساكن من فوق، والصرف الصحي أعزكم الله المجاري بتنزل عليهم من فوق، لأن اللي فوق طبعا ما عندهمش صرف، فتخيلوا بتنزل على البيت اللي تحت أو العشة أو المكان الأوضة اللي كانت موجودة في حضن الجبل. فحاجة كلمة يعني آمنة دي أو غير آمنة دي بسيطة، ده حاجة لا إنسانية. فاللي بيحصل من الدولة المصرية ده شيء محترم للغاية. اتنقلوا لإيه بقى يا أستاذ كمال؟ اتنقلوا لعمارات متشطبة على أعلى مستوى من التنفيذ، عمارات كل الوحدات السكنية اللي فيها مؤسسة، يعني خلوها بالعفش بالأجهزة الكهربائية. العمارات دي طبعا عبارة عن كومباوند سكني بدون سور، كل اللي ينقص السور، في مناطق زي ما قلت مخططة وحضارية فيها كل الخدمات. ويا ريت حضرتك بعد دلوقتي أكتر من سنتين أهلنا في الأسمرات سكنهم تروحوا بكاميراتكم تشوفوا الخدمات المتوفرة، الخدمات الصحية تعليمية، مدارس على أعلى مستوى من التنفيذ، ملاعب على أعلى مستوى من التنفيذ، خدمات زي ما قلت صحية وتعليمية، كل منافذ التموين أو الحصص التموينية بتصل لأهلنا هناك. الحمد لله المشروعات دي الدولة أنفقت عليها وأهلنا يقولوا يستحقهم لأنهم عانوا الكثير، وإحنا محافظين حتى الآن على اللي ما يتم من إنجاز في هذه المشروعات بحيث إن إحنا نكمل. والحمد لله من محافظة لمحافظة، في محافظات زي بورسعيد كانت معروفة إن فيها مناطق كثيرة جدا حزبة أبعوف وغيره وغيره من المناطق العشوائية، الحمد لله خلال آخر السنة دي هيبقى ما فيش فيها مناطق عشوائية. يا رب شغل محترم بالتأكيد. اللي هي البحر الأحمر وعلى الأخص منها مدينة الغرداء، السوهاج انتهينا ده سلمنا وحيات فيها على النيل مباشرة. الدولة لم تبخل إنها تسكن سكان المناطق غير الآمنة في وحدات متنفذة بيفتحوا الشباك تلاقوا قدامهم النيل مباشرة. الحمد لله من صعيد أنا ما أطلبه منك بقى يا أستاذ هاني لو سمعني. عايش محفوظ في سوهاج زي ما قلت، كان في المنشأة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، أنهينا هذه الظاهرة اللي كانت بتعرضنا جميعا بوحدات تليق بالمواطن المصري. أستاذ هاني لو حضرتك سمعني، برضو في جزئية أنا عايز أركز عليها، لأن الحمد لله لفت معظم محافظات الجمهورية. بالنسبة لأسيوط الجديدة، وإحنا كنا رايحين نصور في أسيوط فعدينا على أسيوط الجديدة، المباني محترمة للغاية بس محتاجة الرقعة الخضراء، فياريت تهتموا بالجزئية دي فيها. احنا بالفعل عندنا مش بس اهتمام، احنا عندنا اداره في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي بتملك المدن الجديده اسمها اداره الزراعه والتجميل. الاداره ديت عامله شغل كبير جدا، ويمكن احنا لو دعنا نتفق او نختلف في المنطقه اللي حضرتك شفتها ما فيهاش خضره وعشان كده عايزين نهتم بيها، لكن دلوقتي انت ما بتشوفش مساحات خضراء غير في المدن الجديده. صح ولا انا غلطان؟ تلاقي مساحات خضراء في القاهره الجديده، تلاقي مساحات خضراء في زي، وانا اتمنى بقى اسيوط الجديده تكون زي القاهره الجديده ان شاء الله او زي اكتوبر. المساحات الخضراء هي المساحات العالميه 15 متر لكل مواطن. الصعيد مهتمين بيه، لكن اذا كان في منطقه زي حضرتك شفتها ما فيهاش انا ابلغ بيها رئيس جهاز مدينه اسيوط الجديده، وان كنت اتوقع ان ممكن تكون ديت لسه ما اكتملتش تنميتها، لان اول ما بتكتمل التنميه عشان ما نحفرش تاني وهكذا نبدا بقى اعمال الزراعات في الاخر. اخيرا يا فندم وبعتذر، يعني سؤال اخير وفي السريع، حاجة لافتة للنظر، المنصورة الجديدة دي احنا بنتكلم على دبي جديدة، احنا بنتكلم على جزر في وسط المية فيها مباني، وبنتكلم على يعني أمور غريبة يعني أول مرة نشوفها في البلد دي، فحاجة محترمة زي نخلة دبي كده.
المنصورة الجديدة هي إحدى المدن الجيل الرابع اللي بتنفذها وزارة الإسكان. عندنا المدينة دي بتطل طبعا على البحر المتوسط مباشرة، ودي في دلتا مصر، والمفروض إن شاء الله هيتمتع بهذا الجمال كل سكان الدلتا. المدينة دي احنا بدأنا فيها منذ أقل من سنة تقريبا، بدأنا بالكورنيش، نعمل كورنيش بيضاهي برضو اللي بيتعمل في مدينة العلمين الجديدة. عندنا وحدات إسكان متميز بتنعمل، عندنا وحدات لسكن مصر بتتعمل في هذا في هذه المدينة، عندنا وحدات لمشروع دار مصر بيتعمل في هذا في هذه المدينة. الحمد لله عندنا كمان أبراج على البحر مباشرة زيها زي اللي في العلمين اللي بننفذها في العلمين. إن شاء الله خلال أيام هتعلن شركة سيتي ايدج اللي هي بتتولى تسويق المنتجات اللي بتعملها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هتعلن عن أول طرح للأبراج اللي إن شاء موجودة الله. في المنصورة الجديدة. ونقابل الطرح فيه إقبال كبير جدا من المواطنين، معروف إن الدقهلية المواطنين اللي فيها بيتمتعوا بقدر كبير من رفاهية الحياة شوية عن باقي ما شاء المحافظات. الله. عندهم أولا، أنا نفسي كلمني عدد كبير جدا من سكان الدقهلية وبيقولوا اطرحوا لنا فيلل وحدات واحنا هنشتري. فاحنا هنلبي كل شرائح مطالب شرائح المجتمع في هذه المحافظه وفي غيرها من محافظات الدلتا، اللي هم هيستفيدوا بهذه المدينه اللي هتكون متنزه ومتنفس على البحر مباشره ومصمم ومخطط ومنفذ على اعلى إن مستوى شاء ان شاء الله. الله. وعندنا برضو وحدات تانية تناسب برضو مختلف الشرائح، إن شاء الله. بداية بقى من شريحة محدود الدخل ومتوسط الدخل والقادرين وغيرهم، كله عندنا وحدات في كل مدينة جديدة تناسب هذه الشرائح. شغل محترم بالتأكيد. جزيل الشكر للأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ومستشار السيد رئيس الوزراء. شكرا جزيلا يا فندم. شغل محترم بيحصل في بلدنا، سواء لمحدود الدخل أو لمتوسط الدخل أو للي ما شاء الله يعني مرفهين أو مش مرفهين، الأغنياء اللي برضو يحق لهم طالما هيدفعوا يتعمل لهم مساكن جيدة للغاية أو متميزة، طالما هيدفعوا وناخد من المباني دي أو من الفلوس دي ونعمل لمحدود الدخل من أهلنا الكرام مرة تانية.